الجديد أميرة قصري هو إنتاجي لمسرحيات بعنوان دخلت عليك بالله بغيت عريس مع فنانة الكوميديا كريمة وسط ومع أمل تمار ومع عدة فنانة اللي في الساحة الوطنية. رأيي في هذه الشوشرة اللي بين الفنانة اللي وقعة عبر التواصل الإلكترونية، وللأسف الشديد ما عرفتش شنو وقع لبعض الفنانة اللي ما عرفتش جاتهم الجعرة لا فيغيتي، لأن كما قلت أنا البارح في المواقع الأخرى يعني بديت أنا كنحشم لأن بكوني أنا عايشة في أوروبا وكنلقى العرب، يعني مازال حنا في المغرب كيجينا عادي، كتخرجي عن جارتك أو بنت خالتك أو عمتك كتقول لك سي توتافي نورمال، ولكن فاش كتجي وحدة يعني من بلد تاني وتقول لك ازيك يا فنانة يا خسارة ليش الفنانة المشهورة يعني كتخرج للمواقع وتبقى يعني تعاير وتبغيت وتعاير في ديك الشعب وفي ديك الجمهور في ديك الجمهور اللي طلعها او اللي طلعوا. اذا كنتي وكنت انت او انتي فنانة اللي عارفة باللي الجمهور هو اللي طلعك، علاش كتخرجي تقصفي فيه؟ علاش نخرج انا نعاير فيه؟ راه لا يعقل نكون انا فنانه ويقصفني شي واحد ونخرج نتعاير ونهاجم الجمهور، لان كتطيح راسك بيدك. لان بعض الاحيان بعض الفنانه كيتصرفوا شي تصرف يعني في لا مبالاة، كيقول لا الا خروج وبديت نعاير وبديت نهادي غادي نبقى دائما كاينه والجمهور بقى يتبعني وغادي نحصل على المشاهده. تحصلي على المشاهده، ولكن المشاهده ماشي في صالحك. انا يكفيني يكونوا متبعيني واحد الفئه معينه اللي تكون مثلا عندها واحد القيمه في المجتمع، عندها واحد تنقول لك واحد المكانه احسن من الملايين اللي كيقصفوا ويعيروا وهذا. هذا ما يجعل المصداقية ديال الفنان كتنزل. يعني كنتمنى من الفنانة ما يكونوا عندهم مشاكل حلوها بين يديهم، راه ماشي الجمهور اللي غادي يحل المشاكل، راه كاين القضاة، كاين الحمد لله الدولة ديالنا دولة ديمقراطية، دولة ديال الحق ودولة القانون. يعني أي حاجة كتوقع تقدر مثلا لما جبتيش لابخوف غير بالشهود يقدروا يتعاطفوا معك، بعكس أوروبا خصك تجيبي القانون تجيبي لابخوف مثلا إذا كانت عيراتك أو هذه أو يعني إحنا راه زايدين عليهم بهذه المسألة هذه. إذا لا داعي أخي الفنان أختي الفنانة باش تخرجي وتقصفي، خليك بديك الهيبة ديالك بديك الحياة بديك الكرامة، لأن إحنا فاش كنطلعوا المنصة وكنهزوا الدرابو ديال المغرب ونبوسوه راه كنبوسوا الوالدين ديالنا الملكنا الله ينصرو خوتنا الجذور ديالنا. عيب اليوم نهز درابو وغدا نخرج الناس ديال ديك درابو، هذا ما كان. السبب اللي جعلني نمشي نصور في بوليود وفي بلجيكا وفرنسا، انا قبل ما نفكر نصور تم راني بديت في بلادي، لان جيت انا من اوروبا دخلت لبلادي نبين الكفاءة، لان الكفاءة الفنان الحقيقي كتبدا في بلاده، من الرغم عندي جنسية بلجيكية وهذا يعني باستطاعتي نمشي للدول الاخرى، ولكن انا بديت في بلادي. ولكن للاسف الشديد فجيت وبغيت نعمل فيديو كليب راه كارثة. ها علاش ما كيخليوش الفنان يبدع يعطي؟ لان كيجيب واحد الموهبة بواحد الانيرجي بواحد اخو باش ونستثمر حتى في بلادي. اللهم نخدم ولاد بلادي اولا نمشي نعطي انا البوليود ولا نعطي البلجيكا ولا فرنسا ولا هولندا. انا جيت لهنايا ما نكذبش عليك وسولت قلت لهم انا بغيت شركة
شركة اللي تخدم لي الفيديو كليب ديالي ويكون ديك شي متقون، لأنني ما نقدرش أنا نعمل كل شيء، يعني نعمل السيناريس، نعمل مخرجة، نعمل المكياج، نعمل يعني ندرب ديك 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 الفولكلور اللي كان غادي يكون معايا. جاء عندي واحد المحفظة، يعني بغيت نوجه رسالة لهاد الفنانة اللي كيكونوا مبتدئين باش ردوا بالكم، راه كاينين نصابة، كاين نصابة وخطيرين جدا، كيشموا الريحة ديال الأميرة قصري أو أي فنانة، سيتو لا كان شي فنان مبتدئ باغ اكزومبل ومسكين ما عندوش ومازال أنا نقولوا الحمد لله مسك عليا الله، ولكن كاينين الناس اللي خسروا كيكونوا عندهم يلاه ديك الشيء اللي باغين يبداو به، إلا خسروه كيبقاو مساكن عندهم كيدخلوا في دوامة. مهم، جيت سيدي، جيت المغرب، جيت هنا يا الكازابلانكا، سولت قلت لهم أنا بغيت شركة اللي نخدم معها اللي تكلف لي بكل شيء. قالوا لي الله يا ودي مرحبا، جاي عندي بالمحفظة المكان اللي أنا فيه فوالا ودادادي ودادادا. شوف لا أميرة كوني هانية، غنجيبو لك الكوبتر اللي غادي تصورك من الفوق، وغنجيبو لك ماكياج. قلت لهم شوف الماكياج، حيت انا كندير ماكياج غير بلدي، فهمتي، مع اللي ما عنديش الوقت، انا بلجيكا غنبقى ندير داك الرسم، النيف خصو ينقاس، هذا خصو يزيد، داك الشيء عندي انا رباني. مهم، قلت لهم انا بغيت شي وحده اللي تكون بروفيسيونيل، لان باش تكون. قالوا لي كوني هانية لالا اميره، وغادي نجيبو لك البروجيكتور، وغادي نجيبو لك المخرج، وغنجيبو لك والقاعه والزرابي. قلت لهم شوفوا راه عندي داكشي ديال الملك والملك، لان الاغنيه دينيه، بغيت ديك الشموع وبغيتها كيفاش وكيفاش. راني هضرت لك لاله مع شركه ديال الشموع، شحال سيدي قد وقد خيالي الثمن فوالا هاك. الناس اللي غادي يجيو هذوك اللي غادي، حيت الفولكلور كانوا بزاف، غادي تفطروا شحال الفطور قد وقد الغداء، قال لك داروا لهم الديسير، حسبوا لي الديسير، حسبوا لي هذا، حسبوا فاش مش ما كاين مشكل، لان حنا خصنا نتهلاو في ولاد بلادنا، ما كاين مشكل فوالا. فجابوا لي مولات المكياج، نبداو من مولات المكياج، جات كي حطت باينه من المكياج ديالها ماشي بروفيسيونيل، لان كنشوف حطا لي وريضه، راكي عارفه وريضه شنو هي، ديك البايضه، حطا لي وريضه، بدات لي بالكاجيل، يعني كحلت لي عيني، كتعرف حنا ملي كنديرو الكحول كيطيح شي شويه تاش هنا، قالت لي ها ومسحت لي. قلت لها خيط شنو هادشي كتمسحي لي بالبزق، ويا دفعني، قالت لي تواضعي معنا، تواضعي تبقاش متكبره، ها ويلي استغفر الله، واش انا نبقى نمسح الكحول ديالي بالبزق ديال 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 ديال, ديال, ديال. شنو هادشي هاكي لاله كلينيكس هادي انا، فهمتي، كنشوف المكياج لا حول ولا قوه، جايبين لي هذوك النقاشات اللي كيكونوا في ديك الكوافورات في ديك الدروبه وتاتاتي، جابوها ليا. معليش قلت يلا نحنوا فيها، قلت لها كاختي هاك المكياج ديالي، راه عندي انا ملي كنعمل شي حاجه ماشي كينوضوا لي الحبيبات، راه جو سوي سونسيبل ومهم. حطي كنشوف ديك الفون دو تا ديال هذاك البونجا اللي كنمسحوا بها كلها كحله، يعني ما كاينش لي جان، ما كاينش النظافه. معليش قلنا شو شويه، عيط لي الكاميرامان، الو اميره قصري وي، واجد غير قبل ما يطيح الظلام. علاش اخويا؟ رانا ما عنديش الضو، ما عنديش الضو، وانا دايره الشركه ومخلصه شركه بالزباب ديال الفلوس، تكلف لي انا بالاضواء وتكلف لي وفين فاش مشيت كنلقى الكاميرامان حاط ديك الكاميرا ما عندهاش السميه، حطها دير واحد الصندالات الصبع وديك الدفار خارجين، وحطها فوق واحد الحجره وكتزعزع وسامح فيها ورا ليا كياكل الزريعه وكي كي كي قلت له ويلي فين ما وليت انا مخرجه، وليت انا اللي كنسير ديك الشيء، وليت انا وانا خصني نكون مرتاحه باش 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 نبدع باش نعطي، وليت انا اللي كندير. ومني قلت لهذاك اللي قال لك مول الشركه هذاك هذه، قلت له شنو ضربوا على الفنانه ديالنا، ضربوا بقاو صلاو وسكن. لا لا انا ما خصني وليت انا عروسه، طلعوني. واش غنقول لكم، سمحت في كل شيء، يومين وانا كاو كنسترجع الاوراق ديالي المبعثره، كنشوف يعني هذا الشيء ماشي هو هذاك، هذا ما جعلني نمشي لبوليوود. ما نكذبش عليكم كيطلبوا الثمن وثمن باهظه،
ولكن كيحمروا لك الوجه، كيعجبك الحال، كتجي فرحانه. انا ما عنديش مشكل، اعطيني الابداع، اعطيني الكفاءه، اعطيني الصوره. هو حتى لو قلتي الثمن تستاهل. دابا المشكله وللاسف بعض الناس هنا عندنا يعني كيبقى ناعس مسكين كيتسنى غير شي فيكتيم، ومني كتجي الفيكتيم كيضربها حتى كتلصق وما كيخدمش الخدمه كومي الفو. اذا اللهم كيقول مثل قليل ومداوم اولا كثير ومقطوع. ونتمنى يعني الناس راه حجر وطوب، راه ماشي كل شيء كيف كيف، ولكن خديت واحد ليكسبيريونس. اذا بغيت نعاود هنا في بلادي حتى ندير تيست، فوالا ندير تيست ونشوف الكفاءه ونشوف التصوير ونشوف. عرفتي كيقولوا لي راني صافي اختي، راني وجدنا لك كل شيء، راه الناس مين بدينا كان 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 كنصوروا كنلقى هادوك الراقصات ما حافظين والو، هادوك الفولكلور ما عارف والو، بحال اللي دخل شي عروسه كيضربوا عليها، وانا كنقول لهم صافي سكتوا باش نطلقوا الاغنيه ديالي. وفرحانين بك الاميره، راه فرحانين بك، ورا الضو غادي يمشيو، ما عنديش انا الاناره. فهمتي واش غنقول لك؟ ولكن في الاخر باش فاش بغيت نرتاح رجعت كل شيء كوميديا ورجعت كل شيء ضحك. وما نكذبش عليكم، من الرغم بقيت كنرجع داك الشيء اللي وقع لي، بديت كنستمتع بديك الشيء اللي باش ما نتاثرش، بديت كنعاود لدارنا ولاو صحاباتي عاودي لنا داك على داك الكليب، قصه هذا الكليب اللي وقعت لك. وان شاء الله هاد الواقعه غادي نوظفها في شي مسرحيه من مسرحياتي ان شاء الله القادمه. انا الحقيقه ما كنبغيش نجاوب على الاسئله الخاصه، ما كنبغيش نجاوب. يعني انا يشرفني يكون واحد ربما ماشي غرام، وانما كاين الفرق بين الغرام وبين معجب. وبعض الاحيان الاعجاب كيتحول الى حب. ربما شخصية أميرة قصري هي اللي خلات بعض، لأن كيبغيو المرأة القوية، المرأة اللي عندها حضور، المرأة اللي كتعتمد على راسها، المرأة اللي صعبة المنال، المرأة اللي كونت راسها بيديها. أنا ما محتاجاش الحمد لله باش ما نطيحش في هذا. أنا أول خطيب ديالي كانت عندي 14 سنة، كان جا ورفضته والعائلة ديالي كلها يعني استغربت. جاني دكتور جامعي في مدينة فاس، تحية ليه والناس ديال فاس، سميتو تيبيس يوسف، راه مازال حد الآن عنده وقيلة تقريبا 16 كتاب. وكان جا وكانت عندي 14 سنة، وفي الحوارات ديالي ودي يعني عجبته وطلب بيد الوالدة ديالي، قال لي بغيت هاد البنت. قالت له عندها 14 عام، كنت كنبان أكثر من السن ديالي. قال لا نربيها. أنا قلت له لا، وتقدروا ديروا مع حوار وغادي نقول لكم نفس الشيء. كان عندي واحد التحدي مع راسي، بغيت انا نحد نعمل الشخصيه ديالي بيدي، بغيت كان عندي طموح باش نكون انا غنيه. لماذا؟ ما عنديش انا مستحيل، ما عنديش، ما كنعرفش المستحيل. وبجهد الله سبحانه وتعالى اي حاجه كنديرها في راسي كنوصلها الحمد لله. علاش؟ لان ما تبعتش الكباريات. الانسان اللي باغي ينجح ما خصوش يتبع الكباريات، ما خصوش يتبع الشيشه، ما خصوش يتبع الاشياء، السهر بدون جدوى. فهمتي؟ لان تكرست وقتي كامل للكفاح، الوقت عندي ثمين باش ما تبقايش مظلومه في الاخر. شوف دابا المراه المغربيه مسكينه مظلومه، كنلقاوها ضربني واختي وكيندير، وانا مسكينه عندي ولادي وعندي العواول وما عندي اللي يصرف عليهم. هاد الشيء اللي ما بغيتش انا نوصل ليه. يقدر يتزوج بك واحد عنده الفلوس يشريك، ولكن شحال قدك؟ اعطيني 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 اعطيني، كتكوني بحال اللي عاله على الزوج، لان حتى هو مسكين راه ما كرهش، ولكن راه بزاف. والمراه المتطلبات ديالنا ما كتحتاج. وانا سيتو انا عزيزي لي الاناقه، عزيزي لي كل تقريبا كل اسبوع ندير مساج، نعمل عيل الكريمه اللي كندير في يدي تبارك الله، راه بالثمن. فهمتيني؟ يعني هادشي كله حققته حيت ما مشيتش الكباريات وما شربتش
وما دخنتش وما عملش الحاجة ديال حرام. والله المعين ذوقي الحلوة هادشي اللي خلاني نكون كلمة الجمهور الحبيب الكوبيدات أميرة قصري. كان موت عليكم وعيدكم مبارك سعيد وسنة سعيدة وكل عام والشعب المغربي وملكنا الحبيب ديالنا الله يخليه لنا والأسرة العلوية. وتحياتي ومودتي للعبر اللي جات لعندي حتى لهنا من الرباط حتى لهنا باش تدير معايا هذا الحوار الشيق. محاليكم.